مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، كما تابعتم منذ قليل بالتاكيد تدريب فريق النادي الاهلي على ملعب الجامعه البريطانيه استعدادا لهذه المباراه الهامه امام تاونشيب يوم السبت القادم في البطوله الافريقيه. لكن بعد العوده من التدريب محتاجين بقى نعرف تفاصيل اكتر ونكون قريبين من الحدث. معنا في هذه اللحظات اسلام نجم فريق النادي الاهلي. اسلام، اولا برحب بيك على شفرات النادي الاهلي مع كل جمهور الاهلي. تدريب الحمد لله كان تدريب اساسي ورئيسي استعدادا للمرحله القادمه، لكن في هذه المرحله محتاجين نطمن منك عن حاله اللاعبين، استعدادكم للمباراه القادمه، كيف تفكرون في مواجهه تاونشيب ان شاء الله يوم السبت القادم؟ طبعا انا برحب بك وبرحب بكل جماهير النادي الاهلي. طبعا احنا بنستعد ان شاء الله للمباراه، مهمه جدا ومحتاجين طبعا ثلاث نقط اهم حاجه. طبعا بصرف النظر عن السفريه متعبه شويه والملعب وكده، يعني الملعب ده صعب شويه بتاع التمرين، بس انا طبعا ان شاء الله نتغلب على كل الحاجات دي عشان احنا محتاجين ثلاث نقط ان شاء الله. الحاجات دي طبعا مستر مايكل بيعملها لنا عشان نعمل ريكفري بيها بعد السفر وكده، وبيعمل لنا تمارين استشفائيه في هنا جنب المطعم وكده، اطالات وحاجات من كده. الحاجات دي بتخلينا نعمل استعداد استشفاء سريعه. احنا جايين في طبعا ماتش مهم جدا ومركزين، فالرحله والملعب واي حاجه ان شاء الله نتغلب عليها بحيث ان احنا ربنا يكرمنا وناخد ثلاث نقط مهمين جدا عشان نكمل في البطوله ان شاء الله. ان شاء الله مركزين في الماتش وكده، الجو كويس اهم حاجه ان شاء الله، يوم المباراه يبقى الجو يكمل على كده ان شاء الله وارضيه الملعب تبقى كويسه ان شاء الله. احنا كلنا الفرقه كلها والجهاز الفني والباسه كلها مركزين ان احنا ربنا يكرمنا ان شاء الله في البطوله وفي الماتش ده اهم كده عشان ربنا يكرمنا ونرجع مبسوطين ان شاء الله. لا هو بصراحه بيتعاملوا معانا كاننا اولادهم واصدقاء وكده، يعني بيتكلموا معانا في الامور الفنيه وبنضحك وبنهزر وبنعمل كل حاجه، وطبعا بنهتم طبعا بالجانب الفني والحاجات دي يعني. فهم معانا بصراحه اصدقاء يعني. طبعا في فكر وهم بينفذوه واحنا بنحاول نساعدهم فيه وبنحاول نطبق الفكر اللي هم عايزينه عشان نوصل لاعلى فورمه واعلى انتاج فني وكده يعني. ربنا يكرمنا ان شاء الله وننفذ ده في الماتش ده ان شاء الله. والله هو بيتكلم مع كل الناس بشكل فردي، لما بيكون بيلاقي حد يعني محتاج ان هو يتكلم معاه بيتكلم معاه، مش لاقي حد يتكلم معاه بيتكلم في المحاضرات الجماعيه وكده مع الناس كلها، وده بيبقى حاجه كويسه لينا كلنا يعني. لا انت عارف ان المباريات طبعا بتتغير والاجواء بتتغير، وماتش طبعا القاهره غير هنا، الاجواء طبعا ودرجه الحراره والحاجات دي بتختلف. وطبعا الفرقه لما بتقابلها اول مباراه بتبقى اسهل شويه، انما المباراه الصعبه دي الثانيه بتبقى اصعب، لانها بيبقى طبعا كل مدرب بيقرا فكر الثاني اكتر وبيشوف اللعيبه الاحسن واللي بتبقى موجوده في اول مباراه وكده. فطبعا المباراه هتبقى مختلفه وهتبقى اصعب من المباراه الاولى، بس احنا ان شاء الله محضرين لها كويس وان شاء الله نتغلب عليهم يعني ان شاء الله. طبعا صعب الدنيا شويه، بس ان شاء الله بفضل ربنا ان شاء الله واجتهدنا وتعبنا ان شاء الله نوصل للادوار اللي بعد كده ان شاء الله. طبعا اهم حاجه الثلاث نقط وكده، ربنا يكرمنا فيهم اهم حاجه، ومش مركزين نكسب واحد او اتنين او تلاته على حسب النتيجه، اهم حاجه الثلاث نقط دول اهم حاجه احنا بنفكر فيهم وخلاص. لا هو مفيش اي حاجه، احنا بنتكلم بنجمع بعض بحيث ان احنا نبقى ايد واحده، دايما الكلام كله عن الروح وان احنا بنلعب نادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا، لازم نلعب على البطوله، ما بيفرقش معانا ماتش جوه مصر او بره مصر، اهم حاجه ان احنا نبقى مركزين، وطول ما احنا ايد واحده هنقدر نكسب ان شاء الله. انا طبعا اي حد بيبقى نفسه يبدا اساسي اكيد طبعا يعني. انا طبعا موجود في النادي الاهلي بس بحاول بقدر الامكان ان انا اساعد الفرقه، سواء انا هبدا او قاعد على الدكه بنزل تغيير حاجات زي كده. انا طبعا بتقبل كل الامور كلها بحيث ان انا اساعد الفرقه، بس احنا موجودين كلنا لخدمه الفريق. طبعا انا شايف ان انا بقعد اركز طبعا في الحاجات اللي بتحصل في المباراه وكده، وبكون مستعد ان انا لو نزلت ابقى مركز وافرق مع الفرقه، فده الحمد لله يعني بقدر اعمله الحمد لله. فطبعا بنقول لهم ادعوا لنا ان شاء الله كده نرجع بالثلاث نقط، ودايما احنا ماشيين بيدعموهم وان شاء الله ربنا يكرمنا كده ونقدر نساعدهم ان شاء الله. توفيق يا اسلام. ان شاء الله. شكرا حبيبي. شكرا جزيلا. ده كان لقاء مهم جدا مع اسلام محارب بلعب خط وسط فريق النادي الاهلي، والحديث عن المباراه القادمه
أمام تاونشيب، وكيف الأهلي يستعد لهذه المباراة والحصول على 3 نقاط وتركيز اللاعبين. كل هذه الأمور الإيجابية تحدث من خلالها إسلام محارب لجمهور النادي الأهلي في المرحلة القادمة. لكن في هذه اللحظات أنا كنت بتكلم مع إسلام محارب، لاعبي النادي الأهلي خلاص أنهوا وجبة العشاء، الجهاز الفني فضل ما يكونش فيه محاضرة فنية النهاردة، تدريب يمكن لم يستمر أكثر من ساعة، تدريب يعتبر كان خفيف شوية، وإصابة أزارو في اللحظات الأخيرة من التدريب الحمد لله مش إصابة كبيرة، لكن الجهاز الطبي هيتأكد من التشخيص بشكل عام لإصابة أزارو غدا بإذن الله. إصابة في الحوض، ليست إصابة عضلية، لكن إصابة إن شاء الله أتمنى تكون بسيطة. رغم أن أرضية الملعب أو ملعب الجامعة الأمريكية البريطانية هو أفضل الملاعب هنا في بوتسوانا، لكن مع ذلك ليس على المستوى المأمول. عموما التدريب سيكون على الملعب الرئيسي غدا في 6 مساء، وإن شاء الله كل التوفيق لفريق النادي الأهلي.